مع حضرتك يا استاذه لميس مباشره، هو الشركات وتحديدا البنوك، لان حضرتك مسؤوله عن لجنه التنميه المستدامه في اتحاد بنوك مصر، البنوك والمؤسسات المصرفيه الكبيره بتقدم خدمات ايه للمجتمع احنا مش شايفينها او احنا مش حاسين بيها؟ دينا متشكره جدا لوجودي مع الناس الجميله قوي دول، انتوا عمرنا بنشتغل مع بعض وبنحب نبقى مع بعض. فاهم حاجه احب اعرفها لكل الناس طبعا ان القطاع المصرفي كله، البنوك واكتر الشركات كلها، بتحاول انها تتحد مع بعضها علشان يبقى في حاجه بتحصل توصل للافراد البساط. هديكي ابسط حاجه، بما اني في لجنه التنميه المستدامه في اتحاد البنوك، احنا من 2014 بنطور، جمعنا نسبه من فوائد البنوك او النسبه الارباح اللي البنوك عملتها، وعملنا مبلغ كبير جدا الحمد لله، وبنطور عشوائيات. تم اختيار منطقه حلوان دخلنا فيها احنا من 2014 لغايه النهارده، بنطور كل حاجه فيها، يعني مش الحجر بالحجر والبشر والاطفال والسيدات والرجال والشباب وكل حاجه، والخدمات الاساسيه الطرق، غاز، كل حاجه، المواصلات، سفلتة الطرق، البيوت. وده بيحصل بجهود مشتركه من مؤسسات مختلفه، من كل البنوك. هي لو دي بالتحديد هتبقى كل البنوك، كل البنوك العامله، القطاع المصرفي كله. والمظله بتاعت التكامل دي ما تحصلش غير بتنسيق. تمام.